مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب حلقه اليوم هي تكمله للموضوع اللي احنا بداناه الاسبوع الماضي واللي اتكلمنا فيه عن كيف وصل الينا الكتاب المقدس واتكلمنا فيه عن قانونيه الاسفار المقدسه سواء العهد القديم او العهد الجديد وشفنا ازاي الكتاب المقدس وصل الينا في صورته الحاليه التي بين أيدينا حلقة النهاردة هنكمل نفس الموضوع وهنتكلم شوية عن كيف وصل إلينا الكتاب المقدس وإيه الأشياء المهمة جدا اللي جعلت شعب الرب يدرك انه سفر من الاسفار سفر موحى به وسفر اخر سفر غير موحى به وهنتكلم ايضا عن مجمع جمينا وايضا عن الاسفار الابوكريفية اللي بنسميها الاسفار القانونية الثانية ولماذا هذه الاسفار ليست جزء من الوحي الالهي او جزء من الكتاب المقدس المكون من 66 سفر نبدا الاول بمبادئ في ثلاث مبادئ مهمين قوي في مراحل قبول اي سفر يعني لما لما متى كتب أو لما أرميه كتب في العهد القديم أو أشياء أشعياء كتب إيه الإجراءات أو إيه المبادئ اللي على أساسها قبل هذا السفر و... ولم يقبل سفر آخر يعني يعني مثلا نقرا عن كما هو مكتوب في سفر اخبار ملوك يهوذا، كما هو مكتوب في سفر اخبار ملوك اسرائيل، كما هو مكتوب في سفر ياشر، هذه الاسفار ليست جزء من الوحي، لكن ما الذي جعل شعب الرب يقبل اشعياء ولا يقبل هذه الاسفار او الكتابات الاخرى؟ ثلاث حاجات مهمين جدا هنتكلم عليهم، اول حاجه ان يكون السفر موحى به من الله، قانونيه الأسفار المقدسة لا تبدأ من الإنسان ما تبدأش أبدا مننا احنا ولا تبدأ من الكنيسة ولا تبدأ من المجامع المقدسة قانونية الأسفار تبدأ من الله الذي أوحى بالسفر والذي أعطى الكلمة للنبي لكي ما يوصلها فالقانونية زي ما قلت بتبدأ من, من الله بتبدأ منه هو هو اللي بيبدئها فعشان كده لما بيتكتب سفر هذا السفر شعب الرب بيدرك إنه هذا السفر موحى به من الله فلا بد أن يكون السفر موحى به من الله هذا طبعا نتكلم عن بعض الأسئلة اللي بتتساءل اللي بيسألها البعض طب إزاي شعب الرب يعرف أنه هذا السفر موحى به من الله لكن عايز أقول بس أتكلم عن النقطة دي الأول أنه السفر لابد أن يكون موحى به من الله الكنيسة والمجامع المقدسة لا تملك السلطان نهائي أن تجعل سفر موحى به من الله الكنيسة والمجامع المقدسة تدرك أن السفر موحى به من الله وإدراكها لأن السفر ده موحى به من الله بتقبله وتعترف به وعشان كده زي ما قلت المرة اللي فاتت أنه قانونية الأسفار المقدسة لي يعني لو حبينا نشبهها نشبهها بقانون جاذبية الجاذبية الأرضية نيوتن لم يخترع قانون جاذبيه الارضيه لكنه اكتشف ان هناك قانون وضع الرب منذ ان خلق الكون فادراكه لهذا القانون حطه كواحد من القوانين الاساسيه اللي بتتحكم في ال ال الامور ال الماده والخليقه وال عشان كده شعب ربنا ادرك من البدايه انه هذا سفر وهذا سفر وهذا سفر وهذا سفر, وهذا سفر اصفار موحى بها من الله لانه السفر في حد ذاته بيعلن هذه الحقيقه انه من عند الرب. الحاجه الثانيه الشيء الثاني انه شعب الرب بيدرك هذا بيقبل هذا انه هناك اعلان واعتراف من شعب الرب بان هذا السفر هو سفر مقدس ما اختلاف. ما خلاف على انه مثلا عمر اليهود ما اختلفوا على انه اسفار موسى الخمسه جزء من اعلان الله للانسان ولا اختلفوا على انه اشعياء هو سفر نبوي اعطاه الرب واوحى به الرب للنبي اشعياء ولا اختلفوا على اصفار لكن شعب الرب بالاجماع بالاجماع بيقبل الكلمه المكتوبه عشان كده حتى بطرس قبل كتابات بولس واعلن انها كتابات موحى بها من الله والكنيسه الاولى قبلت الأناجيل وقبلت أيضا الرسائل التي كتبت وأعلنت أن هذه الرسائل وهذه الأناجيل الأربعة هي رسالة الله للإنسان فقبول شعب الرب للسفر أيضا جزء مهم جدا أن يكون السفر حفظ مش بمعنى أنه يعني حفظ أنه نحفظه لا يعني أنه to be kept يعني ويضم إلى الكتب الموحى بها يعني لما اتكتب مثلا اشعياء، اشعياء انضم الى الكتب الانبياء، لما اتكتب المزامير، المزامير كان جزء من القسم الثالث وهو الكتب، لما اتكتب يشوع او قضاه او ملوك الاول والثاني انضموا الى المجموع الكتب التي قبلها شعب الرب والموحى بها من عند الرب، يبقى ثلاث حاجات ان يكون السفر موحى به كويس، والحاجه الثانيه ان يقبلوا ويدركوا شعب الرب والحاجة الثالثة أنه يضم إلى مجموع الكتب التي قبلت من قبل دول الثلاث مبادئ في مراحل قبول أي سفر لكن السؤال بقى زي ما احنا قلنا قبل كده السؤال مهم جدا كيف أدرك شعب الرب أن الأسفار التي قبلها قبلها أسفار موحى بها يعني ازاي شعب الرب أدرك أنه مثلا إرمية سفر موحى به من الله كيف ادرك شعب الرب انه اشعياء سفر موحى به من الله ايه هي يعني المراحل او خلينا نقول الاسئله المهمه التي تطرح والشروط المهمه التي يجب ان تتوفر في السفر لكي ما يكون جزء من اعلان الله المكتوب. اسئله مهمه او خلينا نقول شروط ايضا مهمه. اول حاجه انه السفر هل السفر كتبه نبي للرب ده أول سؤال بيسأله مين اللي كتب السفر إشعياء كتب السفر كويس أو أرميا كتب السفر أو موسى كتب السفر السؤال الأول هل هذا السفر كتب بواسطة نبي من الأنبياء الذين أرسلهم الله لشعبه؟ كويس ده جزء مهم جدا في إدراك وفي معرفة شعب الرب إذا كان السفر ده موحى به ولا إذا كان مجرد كلام كويس كلام عادي عشان كده لما نيجي نقول انه النبي هو الشخص الذي ارسله الله لكي ما يوصل رسالته هو هو كليم الله هو الذي يعلن هكذا قال الرب هو الذي ياتي برساله الله حتى لو عكس ما يتوقعه الشعب لكنه بياتي برساله الله مش كده لما نيجي العهد القديم نجد انه كتبوا معظمه أنبياء الله، يعني كانوا أناس يستقبلون الرسالة من الرب والرب يستخدمهم لكي يوصل رسالته إلى شعبه يعني سواء عندنا يعني موسى كان أيضا نبي موسى كان يكلمه الرب كمن يكلم صاحبه وجها لوجه أيضا نيجي يشوع نيجي صموئيل إذا كان كتب هو سفر القضاء نيجي لصموئيل الأول والثاني وملوك الأول والثاني نيجي أيضا ل يعني الأنبياء الذين استخدمهم الأنبياء الاثنى عشر أو الأنبياء الكبار طبعا في أنبياء عاشوا ولم يكتبوا لكن عاشوا ولم يكتبوا يعني مثلا عندنا سفر لي اليشع ولا ما عندنا سفر ليه عندنا كلمات ليه وعندنا كلمات اليشع كويس لكن ما عندناش سفر باسمه ككاتب لي كويس فل ال لكن النبي في كل ما يعلنه لشعب رب هو اعلان من الله وعشان كده الانبياء كتبوا هل السفر كتبه نبي من الانبياء ده أول سؤال في طبعا أنبياء كانوا كذبة كثيرين وآتوا برسالة وهذه رسالة يعني الله أكد وشعب الرب أكد أن هذه رسالة ليست رسالة إلهية ورب يسوع أيضا حذرنا أنه هيأتي من بعد أنبياء كذبة كثيرين وكل هدفهم هو أن يضلوا ولو أمكن المختارين كويس فلكن أهم حاجة أو أول حاجة إنه في السفر إنه يكون كتبه نبي من الأنبياء، وفي العهد الجديد إنه يكون رسول من الرسل، طبعًا إحنا عندنا مرقس هو كتب على لسان بطرس كويس؟ ولوقا كان قريب جدًا من تلميذ لبولس الرسول، و الرب استخدمه في كتابة أيضًا أعمال الرسل وفي كتابة إنجيل لوقا. يبقى أول شرط أو أول سؤال بيسأله مين الكاتب؟ أول حاجة لما بشوف سفر من الأسفار أقول مين الكاتب؟ وشعب الرب في القديم كان بيقول كده مين الكاتب؟ مين الكاتب؟ هل السؤال الثاني بقى هل الكتاب أو الكاتب مؤيد مؤيد من الله بأعمال إلهية وزي معجزات أو تحقيق نبوات؟ الرسالة اللي بيحملها النبي هذه الرسالة مؤيدة من الله ولا غير مؤيدة من الله ما هو الله مش ممكن يرسل حد إلا لما يؤيده يؤيده سواء أنه يعطي لكلمته سلطان ويؤيده بالروح القدس ويؤيده أيضا بآيات وبعجائب يصنعها بقوة بيسميها الروح بيسميها الرسول بولس أنه لما أتى أتى ببرهان الروح والقوة بيتكلم لي أهل كورنثوس وفي أصحاح اثنين وفي عدد أربعة وخمسة أنه أتى لا بكلام حكمة من الناس لكنه أتى ببرهان الروح القدس وقوة وطبعا بنشوف في كلمة الله أنه رجال الله الله كان بيؤيدهم بي بآيات وبعجائب وبسلطان يعني سواء في العهد القديم او في العهد الجديد عشان كده خليني اقرا الجزء اللي قاله الرسول بولس في كورنثوس الاولى وفي اصحاح اثنين بيقول لنا او بيكتب لاهل كورنثوس يقول لهم في عدد اربعه وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمه الانسانيه المقنع بل ببرهان الروح والقوه لكي لا يكون ايمانكم بحكمه الناس بل ايه؟ بل بقوه الله. انه انا جيت وكنت مؤيد بالروح القدس وبقوه الروح القدس. عشان ايمانكم ما يكونش بكلام حكمه بشريه انسانيه مقنع. يعني يوم الواحد ممكن يقعد قدام فلاسفه ويحاولوا يقنعوه او يكون اشخاص عندهم الكاريزما انه ممكن حتى يقنعك بالغلط. لكن الرسول بولس بيقول انا ما جيتش ليكم بكلام حكمه انسانيه انا جيت ليكم ببرهان الروح القدس والقوه كانوا مؤيدين بقوه الروح القدس وبسلطان الروح القدس ده الجزء الثاني او الشرط الثاني حاجة الثالثه انه هل رساله السفر ده جزء مهم جدا هل رساله السفر تعلن الحق عن الله. تعلن الحق عن الله. طبعا لما لما يكتب مثلا اشعياء عمر اشعياء ما يكتب حاجه عكس اللي كتبها او اعلنها الله لموسى في الاسفار الخمسه. كويس؟ ولا عمر ارميه لما يجي بعد كده انه يكتب حاجه عن الله مناقضه للاشياء التي اعلنها الله عن نفسه من خلال اشعياء. ولما ياتي متى ومرقس ولوقا ويوحنا ما يكتبوش حاجه عن الله مناقضه لما اعلن عن الله في العهد القديم. كويس؟ ليه؟ لانه الله لا يناقض نفسه. هو ليس انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم، ايقول ولا يفعل؟ مش ممكن، الله مختلف عننا، الله صادق في كل ما يقول عشان كده احنا ما عندناش فكره الناسخ والمنسوخ. لأن هذه لا تليق أساسا بشخص الله الإله الذي ينسخ ما يقول ويغير ما يقول ليس بإله ليس بإله ده من صنع البشر لكنه مش إله كيف لله أنه يغير ما يقول وكيف لله أنه يقول أمر ثم يأتي بعد فترة ولا لا 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 معلش أنا عندي حاجة تانية أحسن من دي وأفضل من اللي أنا قلتها لكم قبل كده الغي دي اشطبها وهذا حاجة جديدة ده مش اله الكتاب المقدس. ده مش اله الكتاب المقدس. إلهنا لا يغير ما يقوله. إلهنا في إعلاناته نحن بنسميه إعلان متدرج. يعني ايه إعلان متدرج؟ يعني الله بيعلن عن نفسه تدريجيا، الله بيعلن عن خطته تدريجيا، الله بيعلن عن العمق الروحي ايضا تدريجيا لكنه لا يناقض نفسه. من البدء هو قال أن الوصية الأولى والعظمى هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك وأيضا أعلنها لنا في العهد الجديد هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك الخلاص هو واحد سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد أن البار بالإيمان يحيا الله ما غيرش رأيه ولا بدل رأيه حتى في الموعظة على الجبل الله لم يغير رأيه سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول وكلمنا عن الأجزاء دي وشرحناها في حلقات سابقة عمق جديد بناء آخر فوق البناء اللي كان موجود لكنه لم يلغيه ناسخ ومنسوخ هذه فكرة لا تليق أساسا بشخص الله ده شريعة مادي وفارس لا تنسخ ودي شريعه بشريه يعني. فما بالكم بالله اللي بتنسخه كلامه وانه اذا نسي ايه انه نديله ايه احسن منها يعني آه ده ده اشياء لا تليق فهل السفر بيعلن الحق عن الله؟ عشان كده لما بندرس الكتاب المقدس وبنقرا الكتاب المقدس بنقرا ستة 66 سفر من كلمه الله بنعرف انه هذه الستة 66 سفر هي وحده واحده. الكتاب المقدس موضوعه الاساسي الله والانسان والخلاص في يسوع المسيح سواء في العهد القديم او في العهد الجديد الله كان مصالحا العالم لنفسه في المسيح يسوع غير حاسب ان لهم خطاياهم فمنذ البدء الله بيعلن عن نفسه منذ البدء الله بيعلن عن الانسان وبيورينا مين هو الانسان وازاي الانسان خلق على صوره الله وشبهه وقلنا ما الله ما ليس له صوره جسديه ماديه وكلمنا ايضا ان الخلاص اعلن ايضا كل هذه الحقائق اعلنت وما زالت في الكلمه الله تعلن لا يوجد تناقض لا يوجد تناقض واي سفر يحمل تناقض لا 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 يأتي إلى هذا المستوى مستوى القانونية أن يبقى سفر قانون فالله لا يناقض نفسه ولا يناقض أعلانه عن نفسه ولا يناقض أعلانه عن خطة الفداء ولا يناقض أعلانه عن كل الأمور التي أعلنها فهو قصة لها بداية ولها نهاية سفر التكوين بدايتها ونهايتها بنجده في سفر الرؤيا. وكل سفر من هذه الاسفار موضوعه الاساسي هو شخص المسيح. كل سفر من الاسفار ال 66 سفر نجد يسوع المسيح سواء باعلانات ونبوات مباشره عنه او برموز ومعاني جميله عن شخصه. بنجدها في كل سفر زي ما وصفها في مره احد اللاهوتيين وقال انه الشخص الرب يسوع في الكتاب المقدس عامل زي الملح اللي داي في المحيط فانا لو خدت كوبايه من على شط المحيط ودقتها لقى فيها ملح ملح ولو دخلت الى عمق 100 ميل او 200 ميل او ألف ميل جوه المحيط واخدت ايضا كوباية من نفس المية هاجد فيها ايضا انها ملحة يسوع المسيح سواء من العهد القديم او في العهد الجديد موضوع الكتاب المقدس كله هو شخص يسوع المسيح وعشان كده هل رسالة السفر تعلن الحق عن الله ده سؤال مهم يبقى كتبوا نبي انه السفر ايضا أو النبي مؤيد بقوة الروح القدس بقوة الروح القدس وهل السفر يعلن الحق عن الله؟ هل السفر بقى يحمل في ذاته قوة وشهادة الروح القدس؟ يعني يعني هو لما تيجي تقراه هو السفر نفسه يحمل في ذاته قوة كلمة الله. كلمة الله في الكتاب المقدس وصفت بأنها كلامك هو روح وحياة هو روح وحياة هو يعطي حياة كلمة الله تعطي حياة هناك كتابات أخرى لا تعطي حياة بل تعطي موتا وده دي حقيقة من, من يقرأ الكتاب المقدس يتقابل مع الحياة مع رب الحياة لأنه كلمة الله كلمة محيية تغير الإنسان الأفضل تغير الأفضل لكن للاسف من يقرأ القرآن يعطي موت، هناك رائحة موت فيه، رائحة كراهية، بغضة، انتقام، عدم قبول الآخر، رائحة تحقيق الشهوات الجسدية، حتى الـ حتى الـ الجنة ما هي إلا إلا أمور جسدية كل هذه الأمور كلمة الله فيها حياة عشان كده الكتاب المقدس وصف لنا كلمة الله أنها روح وحياة روح وحياة هذه الحياة بنجدها عندما نقرأ في الكتاب المقدس و... وعشان كده الكتاب المقدس كمان انه يقول عنه انه سيف ذو حدين بيخترق الانسان من جوه كلمه الله كلمه الله بتغير كلمه الله بتغير فالاسئله دي مهمه لانه دي بنسميها الشروط او الاسئله اللي يسالها شعب ربنا آه واللي بتجعله يقبل سفر من الاسفار او يرفض سفر من الاسفار وبعدين هنا في الاخر بقى هل شعب ربنا شعب الرب في العهد القديم او العهد الجديد قبل السفر كسفر موحى به من الله قبول شعب الرب كان جزء مهم جدا طبعا لو جينا مثلا دي دي قاعده لكن لكل قاعده هناك استثناء، لكن القاعده العامه هي ان الشعب الرب بيقبل الكتابات الموحى بها من الله، ما بيختلفش عليها. لو جينا مثلا لسفر ارميا، عارفين انه الملك رفض رساله أرمية الشعب رفض رساله أرمية اضطهدوا أرمية اعتبروه واحد يعني مش محب للبلد لانه بيقول لهم استسلموا ليه لبابل فتحيوا فكيف لنا كشعب الرب أن نستسلم لبابل وكان في أنبياء كذبة كثيرين موجودين في ذلك الوقت وعشان كده يعني كتابات أرمية وجهت من شعب الله المخطئ أو الخاطئ اللي عايش في القطية وجدت مقاومة لكنه لما أتكلم عن شعب الله نتكلم عن المؤمنين الحقيقيين زي دانيال اللي كان معاصر لأرمية وقبل كلام الله الذي تكلم به أرمية النبي زي حزقيال الذي كان ايضا معاصر لأرميا، وشهد عن دانيال وشهد عن أرميا، شعب الرب ادراكه وقبوله للسفر دول مهمين جدا الاسئله دي مهمه جدا نيجي القانونين اسفار العهد القديم وكلمنا عنها المره اللي فاتت بشويه تفصيل لكنه زي ما قلت انه العهد القديم بيكون من ثلاث اجزاء اتكلمت عن التوراة واتكلمت عن الأنبياء واتكلمت عن الكتب و يعني أنا النهارده جبت معايا العهد القديم العبري كويس ده العهد القديم آه العبري ومتقسم بالطريقة اللي قلت عليها لحضراتكم الثلاث أقسام الرئيسيين للعهد القديم فبنجد أنه من البداية بنجد سفر التكوين وبعدين آخر سفر هو سفر أخبار الأيام الثاني لأنه ده الترتيب العبر الأصفار 24 سفر من الأصفار اللي يحتوي عليها العهد القديم العبري وليس معنى هذا أنه ال 24 دول يعني اتشال منهم 15 سفر لان احنا في الانجليزي او في العربي عندنا عندنا 39 سفر لكنه التقسيمة العبري هي شوية مختلفة لأنه بيعتبر صمويل آه الأول وصمويل الثاني صفر واحد ملوك الأول ملوك الثاني سفر واحد أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني سفر واحد وبيعتبر أيضا ال 12 نبي من الأنبياء الصغار صفرا واحدا لكنه مكون من 12 آه يعني آه جزء 12 جزء فبالتالي هي نفس التقسيمه لكنه نفس المحتوى وكلمه كلمه موجوده في اللي بين ايدينا بالعربي لكنه العدد شويه بيختلف. طبعا بالنسبه لليهود لو رحنا الى اي مجمع يهودي يعتبر التوراه هي هي الفاونديشنز هي الاساس زي ما احنا عندنا في الايمان المسيحي الاناجيل هي الاساس. مش بمعنى انها ترتقي الى مستوى اعلى لا مش بتكلم على كده بتكلم على انه عمل المسيح هو الاساس كل الرسائل اللي جت بعد كده هي بتبني على عمل المسيح يعني بولس لما يتكلم عن ال 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 انجيل الانجيل الله وعن بر الله في روميا هو مبني على عمل المسيح اللي اتكلمت عنه الاناجيل الاربعه انه ميلاد المسيح حياته موته وقيامته وصعوده ده الأساس ده ده لب الإنجيل فبالتالي الرسائل كانت عبارة عن شرح وأيضاً تطبيق للعمل الذي صنعه يسوع المسيح في خلال حياته من خلال موته وقيامته. بالنسبة لليهودي التوراة هي الأساس حتى الأنبياء اللي جم بعد كده جم ليؤكدوا رسالة التوراة. جم ليعيدوا الله يعيدوا شعب الله إلى الاساس الى انهم تركوا العهد الذي قطع الله معهم من خلال موسى فالتوراه تعتبر هي الركن الزاويه المهم جدا في الايمان اليهودي وزي ما عندنا في الايمان المسيحي عندنا الصليب هو هو حجر الزاويه وهو ايضا مع قيامه الرب يسوع في العهد القديم الخروج من ارض مصر والتحرير من العبوديه اللي كان عايش فيها شعب رب هو ايضا الاساس لليهوديه والاساس لعلاقه ربنا مع شعبه. فعشان كده بنجد انه حتى المجامع اليهوديه مع انه المجامع اليهوديه هتلاقي مع الاشخاص وموجود الكتاب العبري. الكتاب العبري اللي فيه كل العهد القديم موجود وبيبقى مطبوع بالشكل ده موجود لكن التوراة لها شيء آخر التوراة بالنسبة لشعب الرب لابد أنها في المجامع اليهودية لابد أنها تنسخ باليد يعني بتبقى منسوخة باليد ويبقى موجود التوراه على شكل سفر بهذا الشكل يعني دي ده, ده ده نموذج مصغر يعني الثانيه بتبقى مكتوبه على جلود ماعز ومنسوخه وبيقروا منها فالتوراه يعني في كل المجامع هتجد التوراه دي التوراه دي لابد انها تكون منسوخه باليد وتكون موجوده ودي اللي بيقروا منها باستمرار ومع العهد القديم كله. فاللي بتشمل الاسفار موسى الخمسه وزي ما قلت تعتبر هي الاساس والحجر الزاويه للايمان اليهود وايمان العهد القديم. زي ما عندنا الاناجيل كلمتنا عن عمل المسيح الاسفار موسى الخمسه اتكلمت عن معاملات الله مع شعبه ازاي الله اختار ابراهيم ازاي الله جعل من امه ابراهيم من خلال يعقوب والاثني عشر سبطا اللي نزلوا الى مصر سبعين نفس لكنهم طلعوا شعب غفير ورب خلصهم وحررهم وفداهم ودخلهم إلى أرض الموعد وقدسهم وجدد عهده معاهم ده ده الأساس ده ده الأساس في الفكر اليهودي عشان كده بقول إنه اتكلمنا عن الجزء ده مهم قوي إنه العهد القديم بيتكون من التوراة ومن الأنبياء ومن الكتب وشفنا إنه حتى التقسيمة دي هي التقسيمة اللي الرب يسوع له كل المجد اتكلم عنها أن طبعا كان نفسي انه كتابنا العربي او الترجمات الاخرى تتبع التقسيم اليهودي للكتاب لانه يعني اذا كان ده هو المتعارف عليه واذا كان ده هو اللي كمان اللي الرب يسوع اشار اليه لكنه مع الترجمة السبعينية وبعد كده الترجمات التانية دخلنا في تقسيمة اخرى مختلفة شوية الرب يسوع اتكلم عن ناموس موسى واتكلم عن الانبياء واتكلم عن الكتب لما كان في طريقه وماشي مع تلميذي عمواس ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهم الامور المختصه به في جميع الكتب اي من كل العهد القديم الرب بدأ يوضح لتلميذي عمواس ازاي ان الكتاب المقدس بيشهد عنه فتشوا الكتب لأنها تشهد لي شهادة الرب يسوع أيضا بنجدها أيضا مرة تانية في لوقا 24 كما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير وقلنا ليه المزامير لأنه أول سفر من أسفار الجزء الثالث اللي هو الكتب الكتبين هو سفر المزامير وهو اطول جزء فيها واطول سفر فيها، فالبعض كان بيقولوا بيسميها الكتب والبعض الاخر كان بيقول عليها المزامير. طيب معنى هذا ايه بقى اللي احنا آآ يعني نطلع بيه من الجزء ده؟ من كلام الرب يسوع ومن قانونيه العهد القديم. نعرف انه العهد القديم العهد القديم كويس؟ القانونيه بتاعته اللي بس احط دول كده على جنب هنا عشان امسك الكتاب دي. العهد القديم القانونية بتاعته كويس اغلقت وكملت كلها قبل مجيء الرب يسوع المسيح يعني اليهود كانوا اوريدي قبلوا كل ال 24 سفر اللي بتكون منهم العهد القديم العبري قبلوهم قبل امتى؟ قبل مجيء الرب يسوع، لان الرب يسوع اتكلم عن الثلاث اقسام دول اللي موجودين في الكتاب العبري. كويس؟ الحاجه الثانيه ان اليهود والرب يسوع نفسه اعتبروا انه اخر نبي من الانبياء هو ملاخي. كويس؟ ده يعتبر اخر نبي، احنا عندنا في العربي اخر سفر من اسفار العهد القديم هو سفر ملاخي. فالرب يسوع واليهود اعتبروا انه اخر نبي ارسله الرب برساله لشعبه في العهد القديم هو النبي ملاخي. من بعد ملاخي بقى من بعد ملاخي وحتى الاعلان عن ولاده ومجيء رب المجد شخص يسوع المسيح. فتره حوالي 400 سنه. هذه الفتره ال 400 سنه اليهود كلهم بيؤمنوا انها فتره صمت فيها الوحي الالهي. يبقى ده فتره ايه؟ فتره صمت الوحي الالهي. الوحي الالهي بدا الله مره ثانيه من خلال اول واحد كان من خلال زكريا ابو يوحنا المعمدان وبعد كده بسته اشهر اتى الى مريم العذراء وبشرها الملاك بميلاد يسوع المسيح لكن الفترة دي من ملاخي وحتى بداية العهد الجديد فترة يعني تتراوح ما بين 400 أو 400 وشوية هي فترة صمت الوحي ليه أنا بقول الكلام ده بقول الكلام ده لأنه البعض بيقول أنه قانونية العهد القديم استمرت النقاش فيها واستمر اليهود مش متفقين عليها حتى مجمع جمينا سنة 90 ميلادية وده اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي لو جينا بقى المجمع جمينا سنة 90 هل مجمع جمينا سنة 90 هو اللي أقر قانونية العهد القديم ولا لا طبعا ببساطة لا وده ده امر متفق عليه علميا وكل و و علماء العهد القديم او العهد الجديد بيتفقوا على هذه الحقيقه ماذا عن مجمع جمينا؟ لو رحت الى شويه خلفيه عن مجمع جمينا بعد خراب اورشليم سنه 70 ميلاديه عارفين الهيكل الهيكل يعني حرقوه ولم يصمد فيه ولم يوجد فيه حجر على حجر وكل الاشياء دمرت والمدينه خربها تيتوس وقتل اليهود وتشتت اليهود كلهم ده كان سنه 70 خراب اورشليم ده الخراب اللي تنبا عنه الرب يسوع. في واحد رباي يهودي اسمه يوحنان بن زكاي يوحنان بن زكاي يوحنان بن زكاي بما انه الهيكل اتدمر وايضا اليهوديه كلها اتدمرت فراح الى مدينه شويه في الشمال والمدينه اسمها جومينا وعمل هناك اكاديميه يهوديه عبريه للكتاب المقدس لدراسه العهد القديم فهو يعني مؤسس هذه الاكاديميه العبريه في جومينا في جيمينا بقى لما, لما عمل الأكاديمية هو دعا بعض علماء اليهود ودعاهم لي ليتناقشوا حول موضوع واحد فقط وهو بعض الصعوبات اللي موجوده في بعض اسفار العهد القديم. يبقى الهدف من مجمع جمينا لم يكن لتقرير قانونيه الاسفار العهد القديم، لكنه ليناقش بعض الامور المتعلقه ببعض الاسفار في العهد القديم. يعني زي ما النهارده احنا ممكن نعمل مجمع يناقش نناقش فيه مثلا رساله يعقوب. كويس؟ او نناقش فيه رساله العبرانيين. إحنا بنناقش رسالة صعبة لكنه إحنا لم نقرر اوريدي القانونية قررت من قبل بمئات السنين فاللي كان موضوع النقاش في مجمع جمينا هو آه نقاش بخصوص الأسفار الصعبة وما الحكمة من وجودها ضمن قانونية العهد القديم والأسفار دي ثلاث أسفار المرة اللي فاتت يمكن ذكرت اثنين لكنه آه هما فعليا ثلاثة السفر الاولاني نشيد الانشاد السفر الثاني هو سفر الجامعة والسفر الثالث هو سفر استير دول الثلاث اسفار وناقشوهم العلماء اليهود وناقشوا كل سفر وناقشوا الصعوبة اللي موجودة في كل سفر من هذه الاسفار ووصلوا في النهاية الى انه تأكيد لقانونية العهد القديم يعني مش انهم عملوا القانونية لكنهم أكدوا أكدوا على أن الأصفار الثلاثة دي هي جزء فعلا من الوحي الإلهي وهي جزء من العهد القديم وحتى لو كان عندنا بعض التساؤلات بخصوصها لكنه الموضوع دوا منتهي من زمان فبالتالي مجمع جمينا لم يقرر قانونية العهد القديم مجمع جمينا كان بيناقش بعض الأمور المتعلقة ببعض زي أكاديمية بحث احنا النهارده ممكن آه يعني في آه آه اكاديميات بحثيه وفي ايضا هيئات خاصه بالبحث العلمي الخاص بالكتاب المقدس فممكن آه آه نجتمع ونناقش آه سفر من الاسفار ونناقش تاريخه ونناقش موضوعه ويعني ونطرح الاسئله الصعبه المتعلقه بهذا السفر. ده اللي حصل بالظبط في مجمع شميرة طيب اتنقل الى موضوع اخر وهو موضوع حساس شويه. وانا لم أقول ان موضوع حساس لانه آه هذا الموضوع آه مهم جدا ويرتبط بالاسفار آه ما ينفعش نقول الاسفار المحذوفه لانها ليست جزء من الكتاب المقدس لكن نقول الاسفار التي اضيفت يعني بعض الطوائف التقليديه اضافت اسفار بنسميها اسفار الابوكريفه وبيطلق عليها ايضا الاسفار القانونيه الثانيه فما موضوع هذه الاسفار هذه الاسفار سميت باسفار ابو كريفه وكلمه ابو كريفه جايه من كلمه يوناني بتعني يعني سري آآ آآ مخفي شيء زي كده ويطلق عليها ايضا الاسفار القانونيه الثانيه أسفار ديترو كانانيكال بوكس أسفار فليست أسفار قانونية أولى هي غير ال وستين سفر هي أسفار قانونية ثانية يعني إيه؟ يعني هي لا ترتقي إلى مستوى الوحي لكننا ممكن نتعلم منها أشياء عن الفترة اللي كانت موجودة اللي صمت فيها الوحي فترة 400 سنة آآ آآ قبل تجسد الرب يسوع المسيح وهي الأسفار دي هي طوبيا ويهوديت وتتميمة استر وحكمة سليمان وحكمة يشوع بن سراخ وباروخ وتتمة سفر دانيال والمكابين الاول والمكابين الثاني كويس هقول بعض الحقائق المهمة المرتبطة بهذه الأسفار ولماذا تعتبر هذه الأسفار ليست جزء من الكتاب المقدس ليست جزء من الكتاب المقدس هي أسفار ليست موحى بها من الله أول حاجة لماذا رفضت هذه الأسفار على فكرة هذه الأسفار رفضت مش من الكنيسة البروتستانتينية زي ما بيقول البعض ده, ده, ده فكر غلط هذه الأسفار رفضت من اليهود قبل تجسد المسيح يعني, يعني علماء اليهود نفسهم هم الذين بدأوا برفض هذه الأسفار فهي ليست الموضوع ليس بروتستانت و ارثوذكسي ولا كاثوليكي الموضوع موضوع ملوش علاقه بالطوائف نهائي الموضوع ليه علاقه بنشأة هذه الاسفار وبتعليم هذه الافكار الاسفار والافكار التي تحتويها هذه الاسفار فلماذا رفضت؟ هبدأ أول حاجة بالفيلسوف اليهودي المشهور وهو كان فيلسوف اسكندرية فايلو واللي اقتبس ببراعة من كل أسفار العهد القديم يعني هذا الفيلسوف كان بارع جدا في معرفته للعهد القديم واقتبس من العهد القديم وذكر لنا أن العهد القديم بيتكون من ثلاث أقسام توراة وأنبياء وكتب وهم الثلاث أقسام اللي احنا اتكلمنا عنهم الرئيسيين اللي بيتكون منهم التسعة وتلاتين سفر أو بالعبري الاربعة وعشرين سفر يبقى ده الفيلسوف ده كان سنة عشرين قبل الميلاد وإلى سنة أربعين ميلادية ويعتبر واحد من الفلاسفة المشهورين يعني عالميا يعني الحاجة الثانية هذه القائمة لم تحتوي قائمة يوسيفوس للأسفار العهد القديم لم تحتوي على أي سفر من الأسفار الأبوكريفية يعني مع أنها كانت موجودة لكنه لما كلم يوسيفوس وهو مؤرخ يهودي من سنة 30 إلى سنة 100 ميلادية لما اتكلم عن العهد القديم اتكلم أن العهد القديم يحتوي على 22 سفر هتقول لي اه بص بقى اهو يوسف صغير من 24 الى 22 اقول لك انه ال 24 هم نفسهم ال 22 ليه؟ لانه اعتبر انه رعوث جزء من القضاه بما انه احداث رعوث تمت ايام القضاه فالاثنين دول يعني يعتبروا في نظره صفر واحد واعتبر ايضا مراثي ارميا جزء من نبوه ارميا وبالتالي اصبح ال 24 صفر اللي عند اليهود هم هم نفسهم لكنه 22 سفر عند يوسيفوس، فيوسيفوس قال انه العهد القديم بيتكون من الاسفار اللي دي النهارده بين ايدينا ولا يحتوي على الاسفار الاخرى اللي هي الاسفار الابوكريفيه. لم يعترف اليهود ودي نقطه مهمه قوي بهذه الكتب فهي كتبت في وقت متأخر بعد عذرة ولم تظهر إلا في فترة انقطاع الوحي كتب دي لم تظهر إلا في فترة انقطاع الوحي وإحنا قلنا أنه بعد ملاخي توقف الوحي 400 سنة فبالتالي الأصفار دي هي تعتبر أسفار تاريخية نتعلم منها حكمة نتعلم منها عن إزاي الشعب اليهودي كان بيصارع مع يعني أنتيخوس أبي فانيس ومع غيره وغيره لكنه ليست جزء من الوحي الإلهي رب يسوع نفسه لكل المجد وأنا أعتقد أن رب يسوع يعني يقفل الباب بالضبة المفتاح يعني لا اذا صح ليا اقول الكلام ده، انه بما ان الرب يسوع لم يقتبس منها ولم يشير اليها، والرب يسوع في كل كلامه اتكلم عن التوراة اللي هي اسفار موسى الخمسة، واتكلم عن الانبياء اللي هم معروفين لدينا، واتكلم عن الكتب اللي هي ايضا جزء من العهد القديم، عن العهد القديم كله اللي بين ايدينا اللي بيتكون من هذه الاجزاء، الرب يسوع لم يشر بقريب او ببعيد إلى هذه الأسفار لم يذكر إشارة واحدة عن هذه الأسفار فدي دي أعتقد تقفل الباب يعني يعني دي أعتقد أنه اللي ما يقتنعش بدي يبقى عنده مشكلة ومشكلته مش معايا دي مشكلته مع الرب نفسه الرب يسوع نفسه اللي جه بعد الرب يسوع طبعا التلاميذ برضو نفس الحكايه ما عندناش اقتباسات في العهد الجديد لكن خلونا اقول انه زي ما قلت انه الانبياء في العهد القديم كانوا يؤكدون على انه ما يعلنونه وما يقولونه انما هو كلمه الله يعني هكذا قال الرب موجوده في العهد القديم اكثر من اربعه الاف مره ومعظم انبياء وكل انبياء العهد القديم كانوا بيقولوا ان ربنا دعانا ربنا ارسلنا هذه الرساله هي من من عند الرب ان الرساله دي اذا استمعتم اليها تحيوا ان الرساله دي لم يكن فيها اي تعارض مع المعلن سابقا والذي اعلن ايضا لاحقا انه انه كل انبياء العهد القديم اكدوا على انهم لم ياتوا من انفسهم بل انهم اتوا بدعوه من الله وانه ما يقولونه وما يعلنونه للشعب انما هو كلمه الله. تعالوا بقى نشوف مكابين الثاني بيقول لنا ايه؟ كويس؟ وهو بيقول لنا حاجه عكس اللي, اللي متعارف عليها واللي اتقال في العهد القديم، فيقول فان كنت قد احسنت التاليف ده هو بيكتب ها؟ مكابين الثاني بيقول لو انا احسنت التاليف واصبت الغرض طبعا أنبياء العهد القديم عمرهم قالوا كده لأنه هم واثقين إنه ما يكتبونه وما يعلنونه هو صوت الله هو كلمة الله فبالتالي ما كانش عندهم النوع من الشك ده فإن كنت قد أحسنت التأليف هي مش مرتبطة بالتأليف و وأصبت الغرض هي مش إن أنت تصيب الغرض إن أنت تعلن الحق وربنا قال لإشعياء كده قال له أنا هرسلك برسالة بس اللي شعب لا يسمع طب ليه يا رب هترسلني برسالة الشعب لا يسمع يعني مش انت تحقق الغرض ده بالعكس رسالتك يا اشعياء مش هيسمعها الشعب بس المهم انك تعلنها فهي ما فيهاش حكاية تحقيق الغرض وعدم تحقيق الغرض فذلك ما كنت اتمنى النبي عمره ما كان يتمنى ده, ده ارمية قال يعني يعني كذا مره احاول اني لا اعلن لا اتكلم وكانت كلمه الرب جوايا كنار آكله مش ان انت بتتمنى فذاك ما كنت اتمنى وان كان قد لحقني الوهن والتقصير فاني قد بذلت وسعي يعني كل الكلام هو كلام بشري كل اللي انت بتكتبه يا مكابيين انت وانت بتكتب هذه الامور انت بتكتب كلامك انت انت بتكتب رسالتك انت انت بتقول انا عندي غرض وعندي رسالة وحابب اوصلها للناس ولو انا اصبت يبقى يعني نشكر ربنا ولو ما اصبتش فمعلش سامحوني واغفروا لي لانه لم اصب هي الموضوع مش انت ما فيش واحد من انبياء الرب الامر تعلق بيه كويس عشان كده يقول ثم كما ان شرب الخمر وحدها يعني انك تشرب بس خمره فتسكر يعني وحدها او شرب الماء وحده مضر الخمره لوحدها بتضر لانها بتقودك الى السكر والماء ايضا المليان بكتيريا في ذلك الوقت ايضا كان بيضر يعني الناس ما كانتش بتشرب ميه لانه الميه كانت بتخزن في اشياء كلها مع وقت بتبقى مليانه بكتيريا ولو الانسان بس بيشرب الميه دي كان بيض... جسده بيضر اللي كان بيحصل انه اوقات كتيره كان بيقتل البكتيريا بانه يضع فيها بعض في الميه يضع بعض الخمره في الماء فتقتل البكتيريا فعشان كده هو بيقول انه الخمر لوحدها ما تنفعش والماء لوحده مضر وانما تطيب الخمر ممزوجه بالماء وتعقب لذه وتربا لذلك تنميق الكلام على هذا الاسلوب يطرب مسامع مطالعة التاليف يعني انا كتبت كده علشان بس ايه ان أنت تعجبوا بالكلمات بتاعتي هل هذا هل هذا الكلام يتماشى مع وحي الله واعلان الله ابدا مش ممكن كمان مجمع جمينا اللي احنا اتكلمنا عنه رفض هذه الاسفار ولم يعتبرها جزء من الوحي الالهي في العهد القديم العهد الجديد لا يتضمن اقتباس من هذه الاسفار فيش اقتباسات عندنا في العهد الجديد من هذه الاسفار اباء الكنيسه أباء الكنيسة مثل اورجانوس وإثناسيوس وكيرولوس وملتو أوسكوف ساردوس وأبي فانيوس اللي هو جيروم المترجم لنا الترجمة اللاتينية لم يضموا هذه الأسفار في قوائم الأسفار القانونية الموحى بها في العهد القديم كويس؟ اتكلموا عن هذه الأسفار لم, ي... لم يعتبروها ولم يضموها إلى الأسفار الموحى بها العهد القديم. فمثلا جيروم اللي هو ترجم الكتاب المقدس الى الترجمه اللاتينيه. وجيروم كان من سنه 340 الى سنه 420 وكتب مقدمات لاغلب اسفار العهد القديم. كويس؟ هو ترجم الفولجاتا فولجاتا هي الترجمة اللاتينية ولما جه للاسفار القانونية الثانية الأصفار دي في البداية لم يترجمها ورفضها كويس وبعد شوية قال انه ممكن هذه الاسفار نتعلم منها اشياء عن التاريخ وعن الثقافة اللي كانت موجودة قبل التجسد الرب يسوع فترجم هذه الاسفار ووضعها في ملحق في اخر الكتاب المقدس وضعها في ملحق ككتاب مستقل. وقال كده انه هذه الاسفار ليست اسفار قانونيه وعشان كده سماها الاسفار القانونيه الثانيه. تاتي في مرتبه اقل من المرتبه اللي للاسفار الموحى بها من الله وعشان كده اطلق عليها اسم اصفار ما بعد ما بين العهدين اصفار ما بين العهدين واحنا عارفين انه فتره ما بين العهدين كانت فتره لصمت الواحد الاب مات المسكين وهو اب لاهوتي معاصر هو في المجد الان لكنه كلنا نعرف الاب متى المسكين ونعرف كتاباته ونعرف مدى العمق الكتابي واللاهوتي اللي آه بتمتاز به كتابات الاب متى المسكين. في كتابه الحكم الالفي قال ايه الاب متى المسكين؟ قال كتب كريفة العبريه المزيفه التي جمعها والفها اشخاص كانوا ضالعين في المعرفه، يبقى هم كان عندهم المعرفه دي يعني هم كانوا اساتذه معرفه. ولكن لم يكونوا مسوقين من الروح القدس ده اللي بيفرق ده اللي بيفرق نص عن نص ده اللي بيفرق سفر عن سفر انه ممكن يكون شخص ماهر في الكتابة بيكتب كتاب معين لكنه لم يكن مساق من الروح القدس فهذا ليس وحي ده مش سفر موحى به من الله كويس فالاشخاص دول كانوا ضالعين في المعرفه ولكن لم يكونوا مسوقين من الروح القدس تسمى هذه الكتب بالابوكريفه المزيفه وهي من وضع القرن الثاني قبل المسيح وفيها تعاليم صحيحه وتعاليم ايه؟ خاطئه وبعض الضلالات مختلطه ببعضها ببعض ولكنها ذات منفعه تاريخيه كوثائق للدراسه يبقى هي اه فيها اشياء ممكن كويسه لكن ايضا فيها اشياء غير كويسه فيها تعليم صح وفيها ضلالات وهنا بيقول ايه هي ذات منفعه تاريخيه زي ما انا قلت ووثائق للدراسه ووثائق للدراسه ده شهاده الاب متى المسكين طيب اجي النقطه بقى واخد كلام الاب متى المسكين ده واحاول احلله شويه ايه بقى التعاليم الخاطئه التي نراها في هذه الاصفار اول حاجه هذه الصلاة بتوع الكتب او الاسفار تعلم عن اهميه الصلاه من اجل الموتى. شوفوا لما جيروم ترجم الاسفار دي وحطها على انها اسفار ما بين العهدين واللي هي الاسفار القانونيه الثانيه. ومع دخول عصور الظلام في الكنيسه الكهنه اعتبروا ان هذه الاسفار هي جزء من الوحي. وكان فيها بعض التعليم اللي قدروا انهم يستخدموها علشان يعني يكسبوا منها وعلشان يدوا صكوك غفران وعلشان يعملوا كل الاشياء اللي احنا بنقرا عنها قبل فتره الإصح... الاصلاح فكان فيها تعليم عن التقديمات من اجل الموت و... وخلوني اقرا الجزء ده لحضراتكم لانه الجزء ده آه هو مش موجود هنا أه قدام حضراتكم أه كامل لكن انا معايا الجزء ده الشواهد دي أه كامله في مكابين 12 مكابين الثاني اصحاح 12 بيقول لنا ايه بيقول لنا ثم جمع من كل واحد تقدمه ده يهوذا فبلغ المجموع الفي درهم من الفضه فارسلها الى اورشليم يبقى هو هو ناس عنده ماتت الجزء من الجيش مات كويس أه فلما مات عمل ايه بقى هو خد تقدمة وارسلها فلوس واشترى تقدمة وبعتها الى الى اورشليم ليقدم بها ذبيحة عن الخطية وكان ذلك من احسن الصنيع واتقاه لاعتقاده قيامة الموتى لانه لو لم يكن مترجيا قيامة الذين سقطوا لكانت صلاته من اجل الموتى باطلا وعبثا يبقى هو قال ايه الناس دي اللي ماتت ماتت في الخطيه فانا احسن اعمل ايه انا اعمل حاجه من اجلهم دلوقتي احتمال الاشياء اللي انا اعملها من اجلهم تنفع ليهم فانا ارفع عنهم واقدم ذبيحه نيابه عنهم وده التعليم الغلط لحد النهارده الناس في بلادنا وفي بعض ال 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 الاشياء انه بيعملوا اشياء من اجل الموتى كان زمان في الكنيسه الكاثوليكيه قديما قبل الاصلاح كان يقول لك على قد ثقل العمله اللي انت بتحطها في الصندوق على قد ما انطلاق الروح الميت بسرعه الى الى السماء طبعا احنا ما عندناش صلاه من اجل الموت الميت خلاص فرصته انتهت سواء الى الحياه الابديه او الى الهلاك الابدي فالتعليم عن الصلاه من اجل الموت وان انت تعمل حاجه من اجلهم دي تعليم جايه من هناك كما تركز على دور الاعمال الظاهره فالصدقه تنجي من الموت وتمحو الخطيه مفيش حاجه زي كده اللي ينجي من الموت ولا يمحو الخطيه هو دم يسوع المسيح ان اعترفتم بخطاياكم فهو امين وعادل دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه ده اللي يطهرنا من كل خطيه ايضا اخطاء تاريخيه يقول مثلا في آه آه احدى الأسفار سيف انه انه تغلس فلاسر سبع صب نفت سبع صبت نفتالي في القرن الثامن قبل الميلاد بينما يقول التاريخ ان سبي الاشوري حدث في القرن السابع في سنه 722 وغلطات اخرى تاريخيه كثيره اخطاء تاريخيه يقول طوبيا مثلا اخلاقيه طوبيا بيقول لنا بيقول لنا ان ملاك من السماء كذب عليه واخبره بانه من نسل حنانيه العظيم فهل ممكن نقبل انه ملاك يكذب على طوبيا كما يظهر الله في سفر يهوديت وكأنه راضي عن استخدام طرق الخداع والمكر عند مواجهة الأعداء خرافات بقى أختم بالجزء ده لأنه بيحمل خرافة أيضا وتعليم مضلة لا تتماشى مع كلمة ربنا وخلينا نحط الجزء ده كامل على الشاشة عشان يبقى قدام حضرتك بيقول إيه؟ بيقول لنا في طوبيا فنجد في سفر طوبيا قصة طوبيا والملاك رفائيل كيف أنه في يوم من الأيام كاد حود ان يفترسه ولكنه تمكن من الحوت بعد ان اتبع ارشادات الملاك رفائيل في كيفيه القضاء على الحوت ثم كيف بعد ذلك امره الملاك بان يشق جوف الحوت ويحتفظ بقلبه ومرارته وكبده لانه توجد منافع علاجيه لهذه الاعضاء فدخان قلب الحوت اذا وضع على الجمر يطرد كل جنس من الشياطين كويس اما بالنسبه الى كبد الحوت فبحرقه ينهزم الشيطان كل هذه التعليم تعليم مضلة لا تتماشى مع كلمة الله عشان كده عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت وشجعك عزيز المشاهد أنك ترتبط بكلمة الله وتكون كلمة الله بالنسبة لك هي سراج لرجلي ونور لسبيلي إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم